تيجي نبتدي الاسئله بتاعتنا على طول؟ يلا بينا. ماشي يلا. احنا عندنا ثلاث حاجات في موضوع الاسئله بقى اللي انا هسالها لكم. انا مين او انا ايه؟ الاسره كلها بتشترك، وبعد كده صح وغلط واختيارات، الحلوين الصغيرين بس هم اللي بيجاوبوا. ما عرفتوش عندكم وسائل مساعده، استدعاء ولي امر او هنغني لو ما عرفتوش تجاوبوا على السؤال. اوكي يلا نبتدي. لا مش اوكي اوكي ايوه كده، مش ما تنيمونيش، صحصحوني وصحصحوهم. ماشي نبتدي على طول كده ونقول انا مين او انا ايه. عاصمه البرتغال؟ سياحه خارجيه. حضرتك سياحه خارجيه؟ البرتغال. اه قول عاصمه البرتغال. ارجنتين. سياحه خارجيه بتودينا فين؟ بتفسحينا انت كده، بتفسحينا. خمسه اربعه ثلاثة، مفيش خالص. اثنين، أنا اتصدمت. واحد، لشبونة. أوكي أنا صفرتهم غلط. ماشي أوكي. عاصمة إيطاليا سهلة. روما. روما ماشي. أنا صوت الذئب. بيساعدوكوا بالك. أو أو إيه؟ خمسة. أهو ده اسمه إيه باللغة العربية؟ أربعة. أيوة الذئب صوته اسمه إيه؟ تلاتة. الأهو ده اسمه إيه؟ العو إيه؟ عواء. برافو. عواء؟ لا هو عواء. برافو. ماشي. اسم صوت الأسد؟ لا الراو ده اسمه ايه؟ زئير. لا ماشي قول يا بابا. زئير. زئير ايوه ماشي. ما احنا لسه هنا بينفع تجاوبوا كلكم. هنا بقى الفريق بتاع الكوره، الفريق الفائز بدوري ابطال اوروبا 2022 تشامبيون ليجز. ريال مدريد. يا ولد على الثقه. ماشي منتخب فاز بكاس العالم خمس مرات. انت مالكش في الكوره ولا ايه يا استاذ عبد الرحمن؟ لا الحمد لله. بس طب امال يعني ايه دي؟ الذاكره. الذاكره ايه؟ خمس مرات. خمس مرات. لعيب منتخب لعيب. خمس مرات. برازيل. اه وكان معاه لعيب. لا لا هو ده اللعيب. مين قال مين قال ايه؟ برازيل. ايوه 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 انت قلتي البرازيل صح؟ هو البرازيل طبعا. ماما اللي عارفه. نيمار. نيمار. برافو برافو برافو.